ان شاء الله يكون دعاء مبارك في هذا الشهر الفضي. نستغل الفرصه باش نتقدم تعزيه الحاره لعائله الفقيد والناقد ابو زيان السعدي اللي وفاه الاجل المحتوم. اذا فقدت الساحه الادبيه والفكريه الكاتب والناقد ابو زيان السعدي، الله يرحمه وينعمه وان شاء الله يصبر اهله وذويه كل الصبر والسلوان. كما قلنا تحضر معنا اخصائيه التغذيه مريم التوكابري باش تحكيوا على فوائد الصيام. كما قلنا توا اثناء معناها النهار طويل شويه جينا في الصيف، لكن ديما ناكدوا على اهميه الصيام، على اهميه شرب الماء، وكما قال دينا الحنيف صوموا وتصحوا. هذاك علاش نحبوا نحكيوا على فوائد الصيام. اذا انتم اذا كان عندكم تساؤلات فيما يخص الصيام نتاعكم، اذا كان تعبين من حاجه وتخافوا ربما ياثر على بدنكم ولا على صحتكم بصوره عامه ما فيها باس، نجموا تتصلوا بنا. ومريم التوكابري اخصائيه التغذيه مستعده انها تجاوب على تساؤلاتكم على 71 800 814. اهلا مريم، مبروك وكل عام وانت حيه بخير. عايشكم مبروك، مبروك كل عام وانت حيه بخير. باهي شنو نجموا نعرفوا على فوائد الصيام؟ خاطر برشا ناس بالنسبه لهم دونك حرمان من الماكله، المعده فارغه، قلق، تعب، رغم انه فما برشا فوائد وكما قلنا اكد عليها حتى دينا الحنيف. جوستومون هو الفوائد نتاعها برشا، واش خلى حتى الاترونجي ولاو يعملوا دي ريجيم نتاع الصيام، معناتها سوايع يصوموا سوايع ويفطروا سوايع، على خاطر هذاك يساهم باش ينظف البدن معناتها من برشا رواسب وشوائب اللي تصير، على خاطر احنا وقت ناكلوا بعد الهضم وبعد الامتصاص نتاع العناصر الغذائيه فما عناصر اخرى اللي يلزم البدن يتخلص منها. دونك هذاك البدن وقت يبدا صايم راه باش يرتاح من هذاك الكل. اول حاجه الجهاز الهضمي باش يرتاح، كيما احنا معناتها يلزمنا نرتاحوا ساعات كي نخدموا نرتاحوا، الجهاز الهضمي كيف كيف هو ينظف روحه. وثاني حاجه فما برشا دراسات اثبتوا اللي حتى الرويري في حد ذاتهم السي او 2 ينقص، دونك تولي حتى اللي عندهم اللي ملادي كيما الازم كنا حكينا فيه قبل ينقص عندهم بالكدا، هذا من معناتها معناها من فضل الصيام. الحاجه الاخرى اللي هي كميه الدم تنقص، بيسكو معناتها ماناش نشربوا، دونك فما ادابتاسيون نتاع الدم باش تصير، الكميه نتاع الدم باش تنقص، وهذا يولي صالح برشا سورتو للعباد اللي عندهم ايبرتونسيون ارتفاع ضغط الدم. دونك هذاك بطبيعته معناتها باش يولي البدن يخدم احسن، التونسيون باش تنقص، وحتى عند مرضى السكري السكر نتاعهم باش يعتدل اكونديسيون يعرفوا كيفاش يصوموا ويعرفوا على شنو يشقوا فطرهم. ديما احنا نقولوا فوائد الصيام هذايا وقت يكون بين شقان الفطر والسحور تكون فما ماكله منظمه ومعتدله، معناتها مش باش نصوموا البدن باش ينظف روحه وباش يتحسن وباش الوظائف نتاعو تتحسن، وبعد بين شقان الفطر والسحور باش ناكلوا حاجات اللي هي نجم بالعكس تعطل الجهاز الهضمي. جوستومون ماذا بينا نعطيو مريم، خاطر بالحق ساعات يقول لك كان نهار كامل يبدا صايم واحد يبلبز شويه في وقت العشاء، وفما حتى اكثر من هكا بعد ما يتعشى ونشوفوها معناها فما عادات حتى الجماعه نتاع الفاست فود والبيزاريات الكل يبداوا معبين، معناها ناس بدها تعاود تاكل في المالح وتاكل برشا حلو. دونك ماذا بينا نقدموا بعض النصائح باش يكون بالحق الناس اللي ربما مرضى ولا الناس اللي عندهم مشاكل صحيه نوريهم الفائده باش الفائده تعم على الناس الكل. نذكر بالرقم الهاتفي في الموضوع على ذمتكم 71 800 814 اذا كان تحبوا تتواصلوا معنا في هذا الموضوع مع اخصائي التغذيه مريم التوكابري. دونك شنو الماكله ربما المنصوح بها ساعه في وقت شقان الفطر؟ هوني على ذكر نبداو نشقوا فطرنا، على شنو نشقوا فطرنا وشنو الحاجات اللي ماذا بينا تكون متوافره في الميدان نتاعنا؟ هوني على ذكر الملح جوستومون ماذا بينا نبعدوا على الماكله المالحه، على خاطر في رمضان وقت نبداو صايمين من الفوائد نتاع الصيام اللي هو باش يتخلص من الملح الزايد. دونك هذاك فما برشا عباد وباش نسي سورتو اللي عندهم انحباس الماء باش يحسوا رواحهم اللي هما معناتها نقصوا في الميزان على خاطر الماء الزايد تنحى. دونك لهنا ماذا بينا نبعدوا على الملح، نبعدوا على الحلو برشا لا، ملح من في التغذيه معناتها ديما يلزمنا ناخذوا حاجات بطرف معناتها ما نكثروش منها. الحاجه الحلوه تكون بعد شقان الفطر بالضبط، هذاك المؤشر السكري نتاعها يكون اقل خاطر باش تتخلط بالالياف. ما قداش مريم الكمية باش تكون مثلا قليلة. انا نعمل قهوة عربي عندي قداش؟ خمسة ستة كعبات سمسة ولا بالضبط ولا ماذا بينا الناس بالضبط بعد برشا قال فطر ياكل لك معناها الحلو بالكدا بالكدا. دونك قلنا السكر حاجة معناها حلوة مستحبة بعد برشا قال فطر، بس الكمية قداش تقريبا؟ الكمية هون نحب نقول الاختيار نتاعها ماذا بينا ما تكونش مقلية، على خاطر السمسة الودنية القاضي زلابية المخاق كلهم مقليين، ماذا بينا ناكلوا الحاجة اللي تكون فيها معناتها كيما الحلو العربي نتاعنا هذاك كعك الواقع البقلاوة، صحيح فيها السكر اما فيها برشا فواكه جافة اللي تعاون. وعلى ذكر العطش كما معناها باش تحرمنا من الزابية والمخارق يا مريم في رمضان ملح الميل ما نتحرموش، اما ماذا بينا من نقصوا منهم ونخيروا حاجات حلوه اخرى كيما الكلاس اذا نجموا ناخذوا يبدا سوربي معمول في الدار راهو يفرشك وماهوش ما فيهوش برشا حريرات وحاجه حلوه او ميم طون. دونك كون الاختيار هو اللي معناتها لازم وهو اللي يلزمنا نتبعوه هو يحدد به. على كل حال الحديث بقيه كما قلنا تنجموا تكونوا موجودين معنا تقريبا في المباشر من خلال التليفون، تنجموا توصلوا استفساراتكم للاخصائي التغذيه يا مريم التوكيبلي على 71 800 814. عندنا تليفون نقولوا الو. الو عسلامة. الو عسلامة.
مرحبا بك اختي. اهلا وسهلا، رمضانك مبروك. مرحبا بك، شكون معنا؟ انت بالامثل يعيشك اسماء خليل يا ربي. شكون معنا؟ يسلم رمضانكم مبروك علينا وعليك عايش اختي. يعطيك الصحة صعب خيمو. نحب نحييك انت تحية خاصة. يعيشك يا لالا، عايشك فريمو يا اسماء. والله سختو على اللوك نتاعك بصراحة. يعيشك يا خو خاطرك. هذا من حسن اخلاقك. عايشك. شكون معنا؟ شكون يكلم فينا؟ لطيفة من فيذا. لطيفة من فيذا. اي مرحبا يا لطيفه، تفضلي. مشاهده وفيه على الفيسبوك ديما وانا عامله حاله وفي مرحبا 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 بكل من يتابع فينا. يعطيك صحه لطيفه. هاو معك مريم، تفضل. شنو السؤال تحب تساله لها؟ انا حبيت نسال الدكتوره مريم. ساعه سلامه ومبارك مبروك دكتوره. عايشك مبارك مبروك، يعطيك صحه. عايشك عايشك. انا اونسانت في الثروزيام وا. يا ربي يوصل بالسلامه، ربي يوصل بالسلامه. عايشك. اول بيبي. أول بيبي. أي ربي معاك، ربي يوصل بالسلامة إن شاء الله. عايشك يخليك. على كل حال فقط باش نفتح قوس هنا لطيفة، إن شاء الله غدوة الموضوع نتاعنا هكا غدوة زادة يلزمك تتبعنا على خاطر باش نحكيو على شهر الصيام والحوامل. دونك تجاوبك مريم تويكا وميسال تنجم تكون معنا غدوة في المباشرة. تفضلوا. إن شاء الله. باهي كان ميسال توا جوست ميسال كيما قلت أنت تعطيني حتى ريبون صغيرة وغدوة نزيد نستنفع أكثر إن شاء الله. باهي تفضل. انا تجيب خلي افطر اوكي، مي انا عندي ياسر ونسمو معناها بطريقه رهيبه، فهمت؟ حسيت تلمو معني ما عنديش حتى رغبه باش ناكل، فهمت؟ نقول حاجه ناكلها كمان من ما عرفتش معناها شنو هو كيفاش نعمل الكيليبر، معناها شنو نعمل ما عرفتش صراحه. معناها شنو تنصحني في التغذيه كوا؟ فمش حاجه معينه بالكش تنقص عليا شويه ونسمو كوا؟ ما عرفتش صراحه. هو بالنسبه لل معناها نقعد ما ناكلش ما ناكلش ما ناكلش، نجوع بالكدا بالكدا، اون فوا كليت بعد شويه ترجعوا. به هو بالنسبه للارتجاع والتقيء عند النساء الحوامل في الثلاثيه الاولى اي معروفه باش على خاطر هذيك اللي تخوب الهرمونات اللي يصير اضطرابات الهرمونيه اللي تصير، معناتها وقتها تولي المراه تنجم ترجع بالحق الماكله اللي تاكلها. لهنا ماذا بينا نختاروا الماكله اللي هي ما تتعبش المعده وما تتعبش الجهاز الهضمي، معناتها ايبارني غاستريك. ماذا بينا تخير البسكوت والا الخبز المبشمط على الخبز الطري والفشك هذاك الابيض. ماذا بينا تاكل الخضره والغله تكون طايبه بالكدا، معناتها يلزم المعده تتقبل الماكله هذيك وما تستحقش كونها تعمل افرازات والا تسيب انزيمات باش تنجم تهضم الماكله هذيك، معناتها تكون ماكله كانها مهضمه ديجا وتمضغ بالكدا. تبعد على الجازوز، على القهوه القويه، التاي القوي، خاطر هذوما كيف كيف يخدموا برشا المعده. تاكل سورتو الحاجات اللي تكون لي سيريال كومبليت، معناتها المقونه كومبليت. تو فما ماركات تونسيه ولا يعملوا مش غاليين الكسكسي كومبليت ذا كيف كيف. الروز ماذا بينا، الروز كومبليت ماذا بينا، كيف كيف توسكي حليب. هوني الحليب والياغورت فما ديفيرونس بيناتهم، ينجم الحليب يقلقها اليغوت ما يقلقهاش على خاطر فيه خميره لبنيه اللي بالعكس هي تعاون باش تهضم. معناها جرب هكا هكا وتشوف شنو اللي يمشي مع بعضها خيره. اي فوالا، ينجم اللاكتوز يقلقها شويه اللي في الحليب، اما اليغوت يكون ما يقلقهاش، الجبن ما يقلقهاش. دونك لهنا تنجم هي تجرب، اذا كان ما قلقها الحليب تبعد عليه، تقعد تكونش على اليغوت. ما ننساوش لازمنا نوصيه، وراهو بالنسبه للنساء الحوامل راهو لازمهم الكالسيوم ولازمهم الحليب ومشتقاته. بالنسبه للماء ماذا بينا ما تشربوش مع الماكله على خاطر هذاك باش يكثر من الكميه، باش يولي فما الارتجاع اكثر، معناتها الريسك نتاع كونها ترجع اكثر. تشرب بعيد على الماكله ابخي، معناتها نص ساعه ما نقولوش يعني بعيد برشا. هذوما اهم الحاجات. وما تتكاش بعد الماكله على خاطر ينجم يكون زاد ساعات تلقى عند نساء في الثلاثيه الثانيه ولا الثالثه وقت الكرش معناتها الصغير يكبر، ينجم هذاك يسبب يعني المعده تصغر شويه والفم نتاع المعده يتحل. هذا في اللوكا يظهر لي مش نتاعها هي، معناتها هي سورتو الاضطرابات الهرمونيه هي اللي تشكي منها. على كل حال كما قلنا نذكروا لطيفه ان شاء الله وكل الحوامل ساعه ربي يوصلهم بالسلم الناس الكل، انه غدوه ان شاء الله باش يكون عندنا موعد خاص للنساء الحوامل. تنجموا معناتها تتصلوا بينا انتم زاد على المباشر على 71 800 814 وكيك تلقاو الاجابات نتاعكم. كما قلنا باهي ما ناكلوش المقلي، نجموا ناكلوا حاجه حلوه لكن بكميات معتدله. شنو قلنا اخر؟ الحاجه الاخرى اللي لازمنا نحافظوا على اللوغيتم نتاع ثلاثه وجبات في النهار، كما كنا ناخذوهم في الصباح في نص نهار وعشاء، ماذا بينا تو نشقوا فطرنا، شقان الفطر باش يكون فيه برشا حاجات نقسموهم على اثنين، ما ناكلوش الكل في الضربه على خاطر المعده تكون مازالت ماهيش متهيئه باش تهضم. دونك ناخذوا معناتها البارتي الاولانيه في شقان الفطر، من بعد ماذا بينا بعد ثلاثه سوايع ونخليو السحور هذاك وجبه لازمه. هوني نحب ننصح باش نتفاداو العطش بالحاجات اللي فيهم بوتاسيوم على خاطر هذايا ملح معدني اللي يعاون برشا في مقاومه العطش. نلقاوه في الدقله، نلقاوه في البنان، نلقاوه في العدس، نجموا معناتها ناخذوا حاجه. ماذا بيا هوني نركز اللي ما نرجعوش ناكلوا من شقان الفطر خاطر يكون مالح والملح باش يسبب لنا في العطش. دونك ما فماش ماهيش حاجه صعيبه، مي سورتو نبعدوا على العادات الخايبه اللي هي الحلو برشا والمقلي برشا.
يعطيك الصحة مريم، شكرا لك، جينا كل أسبوع باش تعطينا نصائح. نمشيو لهذا النغم للفنان حسين عامر وللحديث بقية.